السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم الخوت غادي نهضروا على واحد القرار ملكي صادم، جد صادم ومفاجئ في حق ياسين المنصوري مدير المخابرات العسكريه والخارجيه المعروفه بلا جيد، اللي عليه مذكره اعتقال دوليه واللي هارب من العداله البلجيكيه بسبب أكبر فضيحة رشوة بأوروبا اللي ولات اليوم معروفة بموروكو جيت، المغرب جيت. وهذه الخوت كما كان عاود نقول لكم هذه هي البداية. إذن الملك المفترس محمد السادس من بعد هذه الفضيحة هذه العالمية التاريخية اللي جميع القنوات العالمية كتهضر على هذا الموضوع هذا وعلى هذا مذكرة اعتقال ديال مدير المخابرات المغربية ياسين المنصوري، فالملك المفترس اتخذ قرار وقرار جد مفاجئ في حق ياسين المنصوري، وهذا هو اللي غادي نجيو ليه في الشق الثاني ديال الفيديو. فهنا قبل ما غادي نوصلوا لهذا الموضوع هذا غادي نشوفوا هذا الروينة اللي نايضة في المغرب، هذا الروينة اللي نايضة عبر الصحافة الحموشية والصحافة المنصورية والمواقع الموالية للنظام الديكتاتوري وكذلك العبيد والمندسين والعياشة. وهنا الخوت هنا خاصكم تتبعوا معنا بالتدقيق باش تفهموا اللعبة كيفاش دايرة، باش تفهموا هذا النظام الخبيث كيفاش كيخدم. أول حاجة كلكم شفتوا جابوا واحد الإنسان يقول أنه مثلي وكيعيش في اسبانيا وجا دخل المغرب ودار واحد الندوه صحفيه هو والمحامي ديالو، وبدا كيتهم في الناس وخصوصا بدا كيتهم في اصحاب القضايا اللي معذبين النظام الديكتاتوري، اللي معذبين الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموشي، اللي معذبين الخبيث الرشاوي ياسين المنصوري، اللي معذبين الملك المفترس محمد السادس لانهم كيفضحوه وكيفضحوا ليه النظام ديالو وكيفضحوا ليه الخبثاء اللي شادين الاجهزه القمعيه ديالو. فهنا الخوت خاصكم تلاحظوا التوقيت ديال الخروج ديال هذا الانسان اللي كيقول على نفسه واللي كيقدم نفسه انه مثلي جنسي. هذا الخروج ديالو في هذا الوقت بالضبط، علاش في هذا الوقت بالضبط وجابوه للمغرب وداروا له هذه الندوه الصحفيه وجمعوا جميع الابواق؟ راكم شفتوا الابواق اللي قدموا شحال، جميع الابواق ابواق مخزنيه، ابواق حموشيه من سوريا. اذا علاش في هذا التوقيت بالضبط؟ علاش هنا خصنا نخدموا؟ ماشي اي حاجه تجينا نبداو نقولوا صافي راه جات هذه راه خرجت هذه، راه خاصكم تشوفوا التوقيت علاش في هذا الوقت. لان في هذا الوقت النظام الديكتاتوري، النظام الإجرامي ديال الملك المفترس يمر بأوقات عصيبة، أكبر فضيحة رشوة بأوروبا. البطل ديالها هو مدير المخابرات العسكرية والخارجية المعروفة بلا جيل ياسين المنصوري، صديق الملك ياسين المنصوري عليه مذكرة اعتقال دولية، مذكرة اعتقال دولية من العدالة البلجيكية. صديق الملك ياسين المنصوري هارب من العدالة البلجيكية، وهذا هو السبب الرئيسي علاش مخرجين هذا السيد في هذا الوقت بالضبط، باغين يخلقوا البوز، باغين يخلقوا واحد الحدث من التفاهة ومن التخربيق باش يغطيوا على هذه الفضيحة، هذه الفضيحة التاريخية العالمية اللي جميع القنوات ديال العالم كتهضر على هذا الموضوع هذا. وبريونا شي موقع الكتروني مغربي، شي صحفي من هاد الصحفيين اللي تيقولوا انهم صحفيين والدور ديالهم انهم ينقلوا المعلومة، وريونا شي صحفي في المغرب نقل هاد المعلومة وهضر على هاد اكبر حدث، واكبر حدث في اوروبا، اكبر حدث اصاحبي في العالم، في العالم هو قطر جيت وموروكو جيت. وريونا شي واحد جبد هذا الموضوع والشرفة، وهذه راه مذكرة اعتقال دولية في حق مدير المخابرات العسكرية والخارجية لاتجاه ياسين المنصوري صاحب الملك.
هادي راه بحال مذكرات تاع شي الف حق المالي. واش فهمتوا هذا الشيء ولا ما فهمتوش؟ واش عارفين الخطوره ديال هذا الامر ولا ما عارفينهاش؟ فلذلك النظام الديكتاتوري غادي يبدا يخلق لكم بزاف ديال الاحداث، بزاف ديال البروباغندات، بزاف ديال البوز الخاوي باش يحاول يغطي على هذه الفضيحه التاريخيه العالميه. وهنا هذه نصيحه اخويه لجميع الاحرار وخصوصا لاصحاب القضايا المستهدفين من طرف هذا النظام الخبيث. هذه هي الطريقه اللي كنشتغل بها انا واللي كتحميني من جميع هاد المندسين ومن هاد الناس اللي كيبدا يصيفطهم لك النظام الخبيث، النظام الديكتاتوري، النظام الشمولي. اذا راه في الساحه كاينين بزاف ديال المندسين، وانتم اليوم وليتو كتشوفوا هادشي بعينيكم. كيجي بنادم يتقرب منكم وكتهضروا معاه ولا ما تهضروش معاه، وكيجي واحد الوقيته كيخرج وكيبدا يقول لكم انا يا تعاملت معاك، انا درت معاك، انا فعلت معاك. هذا هو النظام الخبيث كيشتغل هكذا. وهادشي راكم شفتوه بزاف ديال الوجوه، بزاف ديال الوجوه الزويونه كانت كتقول انا ضد الملك وكتندد بالديكتاتوريه، ومن بعد خرجوا كيعيشوا الملك وكينحسوا ليه الصباط وكينحسوا الحموشي والمنصوري وتيفتخروا انهم كانوا مندسين وانهم دخلوا باش يجبدوا المعلومات وباش يعرفوا هاد الناس هادو. هادشي اذا هادشي كتشوفوه على ارض الواقع. دابا كتشوفوه النصيحه ديالي اللي غنعطيكم، لان بعض المرات نقدروا نتيقوا في شي واحد ونهضروا معاه، ولكن باش تكون محمي واخا تهضر مع داك الانسان وغدا يتقلب كتكون محمي. وهذا الشيء هو اللي كنستعملو انا، لان هذه النصائح ديال المحامين ديالي. اي شخص، وهنا كنركز اكثر على اصحاب القضايا لانهم قضايا مع هذا النظام الديكتاتوري، قضايا في القضاء وفي داكشي. اي واحد يتصل بك خاصك تمشي تعلم السلطات المعنيه ديال ديك الدوله اللي كتعيش فيها نتايا. اي واحد كيما بغى يكون النوع ديالو، كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كتمشي كتعلم السلطات المعنيه. لانك ملي كتكون نتايا مستهدف من طرف النظام، الحياه ديالك مهدده من طرف هذا النظام الديكتاتوري، فراه اي واحد جا عندك، فراه اي واحد كيتقرب منك خاصك تعلم السلطات المعنيه، خاصك تعلم السلطات المعنيه. اذا اي واحد اتصل بكم، اي واحد تقرب منكم عبر الواتساب، عبر التليفون، عبر الميسنجر، عبر اي تطبيق، اي طريقه، كتاخذ داكشي كتمشي عند السلطات المعنيه كتعلمهم، كتقول لهم هاش كاين هاش كاين هاش كاين. وديك الساعه السلطات المعنيه كتقول لك شنو خاصك دير. ومنين كتهضر مع داك السيد، التسجيلات ثم التسجيلات ثم التسجيلات، اسجل اوليدي داكشي اللي كيدور بينك وبينه، لان الايام كدور باش غدا وبعد غدا الا داروا لك شي قالب كتلقى السلطات وفي راسها الخبر، وانت راك عالم، وانت راه حصنتي راسك، احميتي راسك. اذا هاد القوالب ديالهم كاملين ما غيخدموش، لانهم هما الهدف ديالهم هما يطيحوك في شي فخ، هما يديروا لك شي قالب، وانت كتكون حميتي راسك. يعني ملي كتبان شي حاجه هكا ولا هكا، والسلطات المعنيه راه عندها كل شيء على داك الشخص. اذا هذه نصيحه اخويه اللي غادي تخليكم تعيشوا مرتاحين. بحال هاد بوزبل انا كاع ما نتسوق عليه واش كاين ولا ما كاينش، انا تتقرب من عندي انا عالم السلطات، انتهى الكلام. بقيتي لاصقني وهضرتي معايا راه اي حاجه قلتيها راه مسجله، انتهى الكلام. وديك الساعه ملي كيخرج هذا بوزبال وكاع ما كتديه في هذا الشيء، وانت محمي وانت حامي راسك. دونك هنا غادي ندوزو الموضوع الثاني، هو الصحفي التيجيني، التيجيني اللي خارج بهذا المقال الغريب، وهذا البوز جديد، وهذه طريقه اخرى من هذا البوز وباش يخلقوا هذا الحدث. لان كما كنقولوا كره القدم كتجيب الجماهير، وهنا غادي عاوتاني ندوخوا عباد الله ونخرقوا لهم هذا الموضوع هذا وهذا البوز هذا. وهنا باش نجيكم من الاخر، واش كتخيلوا معايا ان تيجيني غادي يقدر يكتب داك المقال منو لراسو وهو اداه مطيعه للنظام الديكتاتوري، والتيجيني راه ديالهم وما عاطينو داير اش كاين في المغرب، كانوا عاطينو برنامج في الاذاعه والتلفازه. واش كتخيلوا معايا ان التيجيني منو لراسو غادي نوض يخرج يقدر يكتب داك المقال، وهو كيشوف ان داك اللعيب من ضمن المنتخب مستقبلهم الملك، الملك طلع راكب على هذا الموجه باش يبان، وغادي يجي هذا يكتب هذا الشيء. كنعاود نقولها لكم، التيجيني اديال النظام الديكتاتوري، التيجيني عبد مطيع للحموشي وللمنصوري،
تيجيني والله ما يقدر يكتب داك المقال لو ما كانش قالوا لي كتبوا. وانا تنقول لكم تيجيني العبد المطيع ديالهم، الاداه ديالهم استعملوه اليوم باش يخلقوا هذا البوز، باش شوفوا الخبث ديال هذا النظام الديكتاتوري كيستعملوا لاعب اللي جاي كيتقاتل على المغرب، وما كيستعملوا اي حاجه باش يزينوا الوجه ديالهم، وكيستعملوا اي واحد باش يغطيو على الاجرام ديالهم وباش يغطيو على الفضائح ديالهم. هاد الهلومان كامل اللي خالقينه باش يغطيو على الموضوع الرئيسي، الموضوع الاساسي، وهو مذكره اعتقال دوليه بحق ياسين المنصوري مدير المخابرات العسكريه والخارجيه، الصديق المقرب من الملك المفترس. هذا راه مدير المخابرات العسكريه والخارجيه وعليه مذكره اعتقال دوليه وهارب من العداله البلجيكيه. هذا راه موضوع يزلزل الدولة، راهم يديروا أي حاجة، باش يغطوا على هذا الموضوع. راه كنعاود نقولها لكم، والله تيجيني ما يقدر يكتب داك المقال منو لراسو، خصوصا هو كيشوف أن داك اللاعب من ضمن اللاعبين اللي استقبلهم الملك، وغادي يجي هذا غادي يقدر يكتب عليه. كنعاود نقول لكم هذا البوز صناعة الأجهزة القمعية الإجرامية، ومن بعد كيخرجوا الرسالة الملكية، اللي تعطات لجميع اللاعبين مع ذاك الوسام الملكي. هاد الرسالة راه ماشي عاد تكتبات، هاد الرسائل راه تعطاو للاعبين كاملين فاش عطاوهم الأوسمة الملكية. وشكون اللي غادي يقدر يخرج هاد الشيء هذا إذا ما كانت الصناعة ديال النظام الديكتاتوري؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هما خلقوا هاد البوز، شويه الملك تدخل يخرجوا لك ديك الرساله، وشويه يجيبوا التيجيني يعتذر زعما ما بقى حتى شي مشكل، وصافي. وها الناس تلاهات مع هذا الشيء هذا، وها الناس نسات مذكره اعتقال دوليه في حق مدير المخابرات العسكريه والخارجيه ياسين المنصوري، وها الناس نساو انه هارب من العداله. اذا هنا واش الصوره بدات كتوضح لكم الخوت ولا ما كتوضحش؟ راه هذا المغرب خصو يدخل لموسوعه غينيز، راه الدوله الوحيده في العالم، اللي عندها جميع المديرين ديال المخابرات ديالها الداخليه والخارجيه والعسكريه كلهم هاربين من العداله، كل شيء هارب، ما كاين غير هاربين. هذه الخضره المغرب خاصو يدخل عليها الغينيز، حتى والله حتى خاصهم يدخلوا عليها الموسوعه الغينيز. وريونا شي دوله في العالم، خذوا العالم كامل، واش عندهم شي مدير ديال المخابرات هارب من العداله؟ هذا ماشي مدير مخابرات واحد، هذا راه المدير ديال المخابرات الداخليه، والمدير ديال الشرطه هارب من العداله، والمدير ديال المخابرات العسكريه والمخابرات الخارجيه هارب من العداله. وهذه راه ماشي شوه، هذه راه اكبر شوه، وعاد زيد عليهم الكاتب الخاص ديال الملك المفترس، وتا هو هارب من العداله. هذه راه ماشي شوه عالميه ولا فضيحه عالميه ولا تاريخيه، هذه اللي كنقول لكم خاصها تدخل لموسوعه غينيز، إذا القرار المفاجئ ديال الملك هو أن ياسين المنصوري واخا هارب من العدالة غتبقى في المنصب ديالك، وغادي نديروا أي حاجة، غادي نخلقوا البوز، غادي نخلقوا أفلام، غادي نصنعوا قضايا باش نغطيو، على هذه الفضيحة هذه. وهنا الأخطر من ذلك هو اللي غنقول لكم دابا، الأخطر كتشوفوا أن هذا النظام الديكتاتوري وهاد رؤساء المخابرات فيما كتكون شي حاجة، فيما كيخرج شي خبر كنسمعوهم كيقولوا أنهم رفعوا دعوة، بالتشهير، رفعوا دعوة ضد هاد الناس. علاش ياسين المنصوري ما رفع حتى شي دعوة ضد هاد الشيء هذا؟ وهذا سؤال موجه خصوصا للعياشة والعبيد والمدسين، اش كتقولوا يا العبيد في هاد الشيء هذا؟ اش كتقولوا يا القطيع في هاد الشيء هذا؟ علاش ياسين المنصوري ما دعاش هاد الجرائد؟ علاش الملكية المجرمة ما هضراتش على هاد الشيء؟ علاش هاد الملك ما سمعنالوش شي حاجة هنايا؟ ما شفناش شنو الآثار ديالو في هاد الفضيحة؟ إذا بكل بساطة غنعطيوكم حنا الجواب، هو أن مدير المخابرات العسكرية والخارجية المعروفة بلاتجيل ياسين المنصوري صديق الملك المفترس هارب من العدالة وعليه مذكرة اعتقال دولية، ونعرفوا عنده ذرة ديال الرجولة وذرة ديال الكرامة حتى هو، ويحط رجلو في بلجيكا، يمشي لبلجيكا ويكذبنا، يقولوا هذا الشيء كذوب، يرفع دعوة على هاد الناس هادو. إذا الحقيقة هي أن ياسين المنصوري هارب من العدالة، والملك المفترس يحميه كيف ما كيحمي جميع المجرمين اللي دايرين به. هنا الخوت كنقولوها ونؤكد عليها، يجب إسقاط هاد الملكية المجرمة،
يجب إسقاط الملك المفترس، يجب محاكمته على جميع الإجرام دياله، وكذلك محاكمة جميع العصابة اللي دايرة به. وكما وعدناكم دائما الخوت، أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طريقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طريقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة، خوتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.